أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. سوس تي في اليوم تتناول موضوع التمييز بين التلاميذ في المؤسسات التربوية العمومية. هذا الموضوع الذي أصبح ظاهرة متفشية وأصبحت ظاهرة مقلقة للجميع، احنا اليوم باش نسلطوا الضوء على الموضوع هذا من مختلف جوانبه. خليكم معنا. أمل مسلمي، نقرا في ليسي جنفي، عمري 14 سنه. ألو كنت تحكي لنا على التمييز، الموضوع نتاعنا اليوم نحكيو على التمييز بين التلامذه بالاقسام، التدخل نتاع الاولياء، كيفاش يختاروا الاساتذه كذا. دونك كنت تحكي لنا شويه على الوضعيه هذه، اسكو موجوده في المعهد نتاعكم ولا؟ هي ظاهره موجوده في ليسيات الكل، في الكوليجيات والمدارس موجوده ديما. ما لازم تلقى كلاس في يبداو زوز بوهم وامهم موصين عليهم بروفيت مثلا، ولا يبداو مبدلين لهم بروفيت، يبدا حاطين لهم بروف باهي، كلاس الاخر ينحيوا له البروف حطوه في كلاسهم، ولا زوز يحطوهم في كلاس يعرفوا اللي فيهم اساتذه باهيين وتلامذه باهيين، موجودين في المعاهد والليسيات كوليجيات الكل موجودين. شنو الاسباب نتاع التمييز هذا؟ شنو الاسباب؟ يبداو مثلا هما تلامذه مستانسين بنيفو قوي، مستانسين بنيفو قوي ويحبوا كي يجيو الليسيات تاتيك يحبوا يزيدوا مع بروفيت قويين، ما يجوش مع بروفيت اخرين باش يطيحوا. التلامذة المتوسطين وضعاف كيفاش يعملوا؟ متوسطين وضعاف هي ما ذي المشكلة موجودة وتأثر عليهم. كيفاش تأثر؟ تأثر عليهم، مثال يحطوا لهم بروفيت مش باهين، يولي فما تمييز، يفرقوا ما بيناتهم، يولي مثلا التلامذة اللي موصين عليه يعاملوه بالكدا والمتوسطين لا، يعاملوهم بطريقة خايبة. شنو الحل حسب رأيك؟ الحل أنه نتجنبوها الظاهرة هذيا، وكلهم معناها يقراوا فرد بروف ميسالش، حتى فما بروفيت باهين فما بروفيت خايبين، ما فماش ما يلزمش فما تمييز خاطر مش باهي الحكايه هذيا. دونك نقول لي انه يلزم الناس الكل تتقبل بالبروفيت اللي شي يقريهم، خاطر فما الباهي وفما الخايب، فما تلامذه باهين فما تلامذه خايبين. شكون المسؤول على التمييز هذايا حسب رايك انت؟ نتصور الاداره، المدير وهكاك الكل، الاداره والمدير والمسؤولين على التنقيل. كان تحكي لنا على التمييز، اسكو تراه اللي ظاهره متفشيه والا ظاهره مش متفشيه برشا ضعيفه؟ كيفاش تراها انت في الليسي نتاعكم؟ هو في الحقيقه في اغلبيه الليسيات هي ظاهره متفشيه، اما سورتو في الليسي هذا متفشيه على الاخر. كيفاش؟ ظاهره هي خاطر فما تمييز بين التلامذه كما قلت انت. التلامذه اللي عندهم الاكتفاءات وكل شيء يحطهم في كلاس باهي، والتلامذه الخايبين يحطهم في كلاس خايب. اللي ما عندوش اكتفاءات؟ ما عندوش كفايات، مسكين زمر عليه، حطوه في كلاس خايب، تلامذه كيف كيف تلقاهم بروفيت كما قال لك حاله، تلقاهم بروفيت عاملين مزيد ديجا كيبداو يقريو فيكم، ما تعرفوه هيك بروف وكل شيء، والبروفيت الباهيين يحطوهم في، والتلامذه الباهيين سامحني حطوهم في كلاس باهيين، وقت تشوف. شكون المسؤول على المشكله هذه؟ الاداره. كيفاش؟ تنظيم، فماك تنظيم تحت الطاوله، ما يسمى تحت الطاوله. الصحاح القدعان كلاسات باهين، العاديين راك تشوف كلاسات خايبين، كيما اني مثلا حطوا لي في كلاس خايب. خاطر ما عندكش شكون انت؟ لا عندي شكون، ديجا من الاداره الجهويه جاهم من الاوردر باش حولت تاني. كاو. دونك تسمى قوي انت توا؟ اي تسمى قوي. خاطر لقيت شكون يعاونك؟ اه. ولا ما يلقاش؟ ربي معاه، هكا اش نقولوا له. كيفاش ترى المقاومه الظاهره هذه؟ قمت داري عملوا احتجاجات سهل برشا، يمشي قدام الإدارة الجهوية وطالبوا بحق. إني أمين الله مسلمي، أولى ثانوي خمسة ليسي جنفي كما ترى، عمري 15 سنة نقرب. كنت تحكي لنا على المشكل هذا. والله هذا مشكل كان مش متفشي، كان في الليسي هذا ولا في سوسة، كان في الولايات الكل، وزاد وجب هي غلطة الإدارة والقائمين وخاصة وزير التربية، خاطر لازم يقوم بإجراءات تحمي التلميذ. مثلا نقولوا في كلاس يحطهم الغنيين وأصحاب الاكتفات يعملوهم بطريقة خاصة البروفيت، مش كيما كي واحد يحطوه في كلاس خايب يجبدوا لهم ديما على ليتود البروف وكل شيء وبرشا حاجات. مثلا أقل حاجة مثلا اللي يبدو في كلاس به ديما ديما ما يخرجوهم اكسكلو، مثلا احنا
كي مثلا واحد يبدا خايب وكل شيء ولا فقير وعائلته معوزه ديما طريقه سلبيه مع السلوكات وديما يجبدوا لهم على التودات وكل شيء حتى اللي دفوار يبداو خايبين مش كيما اللي بداو مثلا غنيين وعندهم اكتفات. أو الإكسكلو مش مربوط بالسلوك متاع التلميذ، التلميذ اللي ينضبط والتلميذ اللي يحترم روحه يخرج إكسكلو هو؟ كيما مثلا يبدا عندهم يخدم معناها الغنيين يبدا عندهم الفلوس باش يمشيو يعملوا عندهم ليتيود، معناها يعملوا أي سلوك ما يخرجوهمش، مش كيما يبدا واحد عائلته فقيرة على أقل حاجة، حتى يبدا ما يعمل شيء يقول له يخرج إكسكلو. أنت ترى تو أنت ذكرت الوزير بك أخي الوزير مسؤول على الحكاية هذه هو؟ مسؤول. كيفاش ترى؟ هو ما قامش بالاجراءات باش ينحيها الظاهره هذه، مخليهم مسيبين على مثلا الاداره. انت شنو تقترحها الوزير تو مثلا؟ نقترحها الوزير يقوم باجراءات مثلا مخلطين الاساتذه، الاساتذه الباهيين وخايبين، مثلا استاذ نتاع مات باهي نتاع فيزيك متوسط معناه. يعني يكون التوزيع نتاع التلامذه على الاقسام يكون بالعدل وفما توازن بين الاقسام. اي متوازن ومعتدل باش يكون حتى المستوى يكون يرتقي نتاع التلامذة كل شيء. مدام لو كان تحكي لنا على التمييز اللي يصير بين التلامذة. تمييز نجم نقول لك توا كارثة في مدرسة غول بالتحديد. حتى حسب تجربتي في مدرسة غرال تمييز نجم تقسمه ثلاثة أنواع في غرال، تمييز ولد فلان وولد فلتان وهذايا أبوه قاعد يعاون في المدرسة قاعد يدفع في فلوس، دونك ولده يلزم يكون هو اللول، يلزم ولده يقعد في الطاولة اللولة، يلزم ولده لهوة خاصة، هذايا تمييز النوع اللول. تمييز النوع الثاني متاع ليتود، وهي هذه أكبر مصيبة تشمل مدارس والليسيات والكوليج في المؤسسة التربوية ككل. نحكي لك أنا تجربة صارت عليا، ولد أنا كونتر المعلم اللي قال لي ولدي في الكلاس يقريه في نحب نعرف نيفو ولدي وإلا نعطيه البلوس، ما راني إلا كيف المعلم ما يقريش ولدك ما يغزرلوش في الكلاس ما يشاركوش يحطوا في الطاولة الأخرى، ما معناها بالنسبة ليه إنكزيستان في الكلاس. هذه ظاهرة تمييز ويعطيه الصحة سي جلول عمل النظرة هذه عم ناول، أما خسارة السنة ما وصلش يزمو يلقى لنا حل. ما هو عم ناول الولي نقصله شوية ضغط فيش نقصله، ما عادش المعلم يقولك بالسيف تقري ولدك عندي، هذه معناها أوت عم ناول وأوت عم ناولين عانينا منها برشا. أنا وصلت على خاطر ولدي ما يزموش نفسانيا باش يتضر بسيكولوجيكمون، وليت نقري ولدي عنده جوست نعطي فيه في الفلوس وكهو ونقري في ولدي البر. معناها الولي قديش مني تقول لي هذه مشكلة الولي؟ سي با فري، ماهيش مشكلة الولي. أنا كي نشوف ولدي يتحطم نفسانيا قدام أصحابه على خاطر ما قراش ليتيوب شو نعمل؟ أنا ولية ونحس على ولدي، فما شكون وصل للبسيكياتر على خاطر التمييز بين التلامذة. قلنا فما ثلاثة أنواع تمييز. النوع الثالث؟ النوع الثالث هو التمييز ما بين التلامذة إلا كلاس باهي معدلاتهم قويين يحطوهم نفس الكلاس، وفما اللي مضعضع المتوسطين والضعف. والضعف معناها فما بروميير كلاس دوزيام كلاس اي ثروازيام كلاس، نورمالمون ما يجيش هكاك. الباهي تلميذ ينجم يفيد التلميذ اللي ناقص، علاش ما نعملوهمش لحمه واحده يكونوا في معناها فامي واحده مع بعضهم الكل متناسقين؟ هو ما يعرفش انت باش تزيد تثيله، علاش الكلاس الباهي يقعد في كلاس وحده؟ والتجربه صارت عليا، ولدي كلاسو هاي البرشة، ولدي هذا معناها بخيفو الكل باش يمشي البيلوت، ولدي معناها كلاسو ياسر باهي، معلمين ممتازين وتلامذة ممتازين، ما راعنا اللي فريمون المعلمين قعدوا بوش بيه في آخر العام. النتائج كانت مخيبة الأمال.
كاتاستروف. زوز برك مشاو لي سي بيلوت، قالوا فريمون اذا ما اذا ما نجحوش ما نجحوش لي سي بيلوت فان من الكلاس هذايا برك. معناها كلاس روعه وبالحق، كلاس باهي، التلامذه باهيين، لكن ظهرت الا هذه النتيجه ماهيش واقعيه، والنتيجه صدقني ما كناش ننتظروها بالكل بالكل. وصدقني اكبر اكبر حاجه اللي قاعده توخر في جرول، وسنا جرول نتائجها بارابور للاعوام اللي سبقت، صدقني شيء يحز في نفسي انا كواليه، وشيء يأسفني برشا برشا. لابروفوني حتى التعليق ما علقوهاش اول عام، المدرسه ما تعلقش الريزلتا نتاع السيزيام، تلمو شيء حشم. المقاومه تكون من اربع اطراف، طرف الاداره الجهويه، طرف المربي، وطرف المدير، وطرف الولي. هذوما كيف ينسقوا مع بعضهم الاربعه ويكونوا متفاهمين ولحمه واحده، بقدره ربي التعليم والمؤسسه التربويه تنجم تعمل حاجه. وليداتنا كي نزوم المكتب باش يقراو، شكون من حبه الزيتون باش يرفع صبعو التلميذ؟ هاي حبه الزيتون الكلكم التالي. علاش بالتالي؟ خاطر السي ولد فلان بالكهرباء صبطو نظيف، الاخر يدخل صبطو بالتين، خاطر راك تراف الكياس ما عندناش طريق نمشيو عليه، نمشيو في التين. صغيراتنا ولاو ما عادش عندهم حتى باش يقراو، ما عادش عندهم قول للقرايه، يمشيو المدرسه يقول عليك هزتهم مش باش يقراو، يقول عليك هزتهم مش باش تهزهم حبس، عقده ما عادش عندهم. عنا للطب وعنا الأساتذة وعنا المعلمين وعنا كل شيء، جيبوا في 17 وفي 18 وفي 19 معدل يمشوا المدرسة يتهنتلوا، يقولوا ولاد الزيتون، الطبعة من ولاد الزيتون، ولاد الزيتون يجيبوا البوتات، حتى المعلمين في المدرسة يفرزوهم، يحطوهم صفة وحدهم ولاد الزيتون، ورغم اللي الآن الأوائل معناها في المدرسة هذه. أنت أخزر أنت بنية كما هذه، أنت أخزر هذه، شفت البنية هذه؟ ما هيش بنتي وما نيش نحامي عليها، هانو ربي يعلم. تمشي هكا تقرا توقلي تو قدام المعلمه تدزها خليها لتالي عليها، مش مواطنه ما عندهاش حق، مش تونسيه نورمال. اذا كان مش نتوانسه يا خويا علمونا مش نتوانسه. انت قرايه قداش جبت معدل؟ 17. كلمي من يار 18. قلنا شنو تحب باش تمشي تقرا؟ نحب كياس باش نمشي نقرا. باش ما يحقروهمش عطيه باش ما يقولوا الناس المعلمات، قول الناس روحوا والا مسخين اقعدوا من تالي.